بهدف تعزيز الحوار بين كافة الأطراف العاملة على حقوق الإنسان في لبنان وصولاً إلى مساءلة الحكومة عن أدائها لضمان صيانة هذه الحقوق وتعزيز التزام لبنان بالمواثيق الدولية الراعية لها، نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب ورشة عمل بعنوان دور مجلس النواب في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان. أعد المجتمع المدني مقاربة تقييمية لمسار الدولة اللبنانية في مجال تطبيق الالتزامات والتعهدات الدولية، وحبينا أنه نعمل هيدي الورشة بمجلس النواب لاطلاع النواب على الواقع الفعلي لحقوق الإنسان بلبنان. أكيد شيء مهم، وخاصة أنه نحن كمجتمع مدني مطلوب منا أنه نقدم كمان تقاريرنا كرمال الدول التانية اللي برا اللي هي أعضاء، كرمال الوقت يعني تقدم توصيات، تحمل لبنان توصيات كرمال يحسن بالتمييزات الحاصلة بالبلد. عناوين حقوقية شاملة طرحت خلال الورشة، منها الحقوق السياسية والمدنية، حقوق اللاجئين، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة والطفل. فأين لبنان من المعايير الدولية الناظمة لهذه الحقوق، وأي دور ينوي اللقاء الديمقراطي القيام به على هذا الصعيد؟ نحن لا بعيدين كثير، نحن ما زلنا بعيدين كثير، رح ننكب على دراسة ما هو موجود من قوانين وندفع لتنفيذها إذا كانت ملائمة، وأكيد سننكب أيضا على دراسة بعض اقتراحات القوانين اللي ممكن تدعم التزام لبنان بهذه المعايير الدولية المعتمدة لذوي الاحتياجات الخاصة. أخيرا، لابد من التنبيه إلى أن تقارير الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة تضمنت توصية هامة تحمل البرلمانات مسؤوليتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال دورها التشريعي والرقابي. عل وعسى أن تعي كافة الكتل النيابية في لبنان أهمية هذا الكلام وتقيم الاعتبار اللازم للحقوق وللإنسان.